نحن في حدث وحديث، وأكيد الجمهور اليوم الرياضي ليس له حديث غير مباراة القمة. كل الشارع الرياضي السوداني يتكلم عن مباراة القمة بأزرقها وأحمرها، فعشاق الأزرق أكيد كثر ومتطلعين جدا بعد فوز الدوري إلى الفوز على المريخ، وهو الأهم بالنسبة للقاعدة الجماهيرية الهلالية. ودائما في كل مباراة قمة أو كل مباراة إفريقية للهلال بنتيح فرصة لظهور بعض المؤازين والمشجعين والأنصار، وحتى عودنا في فترات كثيرة أن نصهر المشجعين المعروفين الأسماء المعروفة، لكن حاليا نصهر بعض المشجعين اللي هم يستحقوا الظهور، فمن حقهم يصهر في قناة الهلال ويتكلموا عن نادي الهلال. اليوم معنا واحد من المشجعين الشباب والأنصار الهلال المتابعين له بقوة والحادبين دائما على محبته دائما، صابر خدر مشجع الهلال. مرحبا بك يا صابر، ومنور الاستوديو. بنورك إن شاء الله، وأنا بشكر قناة الهلال لتحت لي الفرصة أنه أصهر، وإن شاء الله الليلة الانتصار يكون من حليفنا إن شاء الله. وقناة الهلال حقيقة ولدت عملاقة وأضافت حاجة كبيرة، حاجة كبيرة للإعلام عن نادي الهلال، وعرفت الآخرين عن نادي الهلال، وتفتح تقريبا كل بيت سوداني تفتح تلقى قناة الهلال موجودة. يا سلام، والله شهادة اعتزاز منك يا صاحبي في البداية، وسعداء بوجودك معنا اليوم. وقبل ما ندخل في التفاصيل الكثيرة تحت التشجيع وكذا، عاوز أشوفك أنت بتخاف من مباراة القمة ولا عادي؟ في ناس كثير بيجي في هذه مباراة القمة مشجعين يقول اليوم ده لا بياكل لا بيشرب، اصحاب الصحابة ممكن قبل يوم ما ينوم، وإن كان زمان هسه اختلفت. والله الحقيقة يعني مباراة القمة يعني براها مباراة قائمة بذاتها، وهي عبارة عن بطولة قائمة بذاتها، والحقيقة يعني تكون هلال المريخ لعبة ما في حاجة أحلى من كده يعني، والناس تكون مطلعة أن تحضر كورة كويسة باعتبار وجبة دسمة له زول داير يحضر، مقارنة بالمباراة العالمية زي كلاسيكو ولا برشلونة ريال مدريد أهلي الزمالك مثلا. أهلي الزمالك الحقيقة أنا بكون مبسوط شديد يعني، وإن شاء الله دائما الهلال يكون قدر الحاجة المرجوة منه، وهم مستمتع يعني شديد إنه الهلال لاعب، باعتبار إننا بشجعه وأريده مما قمت إننا بحب الهلال. يا سلام، أنت مواليد كم يا صابر؟ أنا مواليد 96. 96 يعني تقريبا تسي طالب في الجامعة أو تخرجت من الجامعة؟ والله حاليا في السنة فاضل لي سنة كده أتخرج. كويس، يعني طالب جامعي. طيب الجيل الحالي بتاعكم بتابع الكرة السودانية الآن أنت مثال زول شغوف في الدوري السوداني وشغوف في الهلال، لكن هل الحالي منتشر كثير في جيلكم في الجامعة ولا بس أنت وقلة من أمثالك؟ والله في يعني أغلب الناس هسه بيقولوا الشباب بيحضر الكرة العالمية أكثر، برشلونة ريال مدريد الكرة الأوروبية عموما، لكن ده ما يفي إن الشباب السوداني إنه لسه بتابع الكرة السودانية وشغوف بها ومستمتع بها كثير يعني. نتمنى إن يعني الكرة السودانية تمشي لقدام تطور لقدام، وبتكاتفنا مع بعض إن شاء الله نكون أحسن ونكون أفضل دوري في أفضل دوري في الدوريات الإفريقية الإفريقية والعربية، ونشيل ان شاء الله بطوله افريقيه. دي الحاجه المستنينها كلها والشعب السوداني كله مستنيها، وبالنسبه للمنتخب برضه يعني ان شاء الله. في تعصب في الجامعه ولا لا؟ والله تشجيع للهلال وانتماء ولا تعصب؟ انا يعني شو كان والله الجيل داخل مختلف من جيل، يعني تعصب والجيل الاسبق كان في يعني تعصب، كيف في توازن؟ خلي كل جيل يختلف من الجيل الثاني، خلينا نشوف جيلكم كيف. والله بالنسبه للدفعه يعني دفعات في الجامعه واصحابنا كده عموما يعني تدرس انت؟ أنا بدرس في كلية النهضة العالمية، بدرس طب. ما شاء الله، دكتور صابر. يديك العافية. فمعانا يعني معانا الطلبة يعني في ناس بتعصب شديد، وفي ناس يعني بدوا الفريق الثاني حقه وكده يعني. ده طبعا ده الطبيعي طبعا. ده الطبيعي يعني. طيب البيت شجع الهلال سنة كم؟ والله من 2006. 2006 أيوة. كويس، يعني التاريخ ما سهل. بيشجع الهلال من منازلهم ولا من الاستاد؟ يعني طبعا الكوفيد 19 منع الجمهور، لكن قبل ده كان بفضل تكون في الملعب ولا تكون في البيت؟ والله مره مشيت الاستاد، ولكن انا بفضل اكثر حاجه في البيت، لانه في لقطات كده انت بتفوت عليك او اهداف بتروح عليك مثلا انك تقوم الشغل او حاجه، فما حتقدر تلقى انك تشوف الهدف او كده، فافضل اني اكون في البيت يعني. جميل. طيب رايك شنو في الفريق الهلال هذا الموسم وعاد الدوري بعد 3 سنوات غياب، وخصوصا السنوات اللي فاتت كان الهلال دائما بيخسر الدوري يعني.
والله انا شايف ان البطوله رجعت يعني لبيت الاساس وكانت ضاله الطريق يعني لمده 3 سنة، وحاجه كويسه انه الهلال يعني رجع لبطوله المحببه دوري الممتاز، و14 بطوله يعني رقم قياسي، واكبر بطوله، اكبر فريق، اكثر فريق شال البطوله مقارنه بالمريخ يعني شال 11 بطوله. ومبروك يعني لكل الهلالات، ومبروك لنادي الهلال انه رجعت له بطولته، ودي حاجه ما غريبه عن الهلال يعني بتكاتف لجنه التطبيع والمدرب ريكاردو. عندنا ما شاء الله لعيب على اعلى مستوى بقياده محمود عبد الرحمن الغربال وابو 20 والشغيل وباقي الكوكبه من النجوم يعني، قدموا اداء خرافي هذا الموسم. ويعني في الدوره الثانيه 14 انتصار يعني، لو حسبنا انه مباراه هلال كادوغلي انه مستحب انه نعتبرها فوز يعني 2-0، وكوره مباراتنا مع توتي مع انها انتهت تعادل لكن كسبناها يعني بالشهوه، باعتبار 14 فوز متتالي يعني حاجه كبيره جدا في الدور الثاني. ونتمنى انه ننتصر على المريخ اليوم ونعمل 15 انتصار من غير انه ما تلج مرمانا ولا هدف يعني، ده حاجه كبيره جدا. عامل احصائي كويس انت. ايوه احصائي كويس جدا. طيب صابر، على ذكر الدوري قلت ان الهلال حقق الدوري وازعجك وازعج جمهور الهلال. طيب مباراه القمه تبقى هي مباراه دوري برا يعني، أيوة. والفوز فيها بيديك بوش الفريق معنويا للمباراه القادمه كاس السودان، وكذلك للمباراه الافريقيه مهمه جدا. فيعني خصوصا انه قبل ما اكمل كلامك اخر قمه الهلال خسر فيها 2-0. ايوه يعني في الحقيقه في المباراه الثلاثه الاخيره كان الغلبه للمريخ، 3 انتصارات متتاليه للمريخ. يعني نتمنى انه الهلال يغلب اليوم، ويعني تكون بطوله برضه بحد ذاتها انه لو انتصر اليوم تكون دفعه معنويه للهلال في مشواره الافريقي وفي بطوله كاس السودان تقريبا بعد كم من الزمن كده. 29 تقريبا. 29 كده تقريبا، هو انت عايز محدد لكن في 29 او 30 اخر الشهر يعني. ايوه فتكون دفعه له انه في مشواره الافريقي، وخصوصا انه مقبل على مباراه يوم 15 او 16 شهر 10 مع ريفرز النيجيري، وان شاء الله نصعد لدور المجموعات. ونتمنى انه الهلال ان شاء الله السنه دي يصعد بعيدا في البطوله الافريقيه. شايف الهلال قادر؟ مع ريكاردو فالمازينو تكلم قال في العربيه قال انه الفريق ليس مستعد للذهاب بعيدا في افريقيا بالمجموعه الحاليه او نشاط باللاعبين، لكن قال يحتاج الى المحترفين ثقال الوزن. والله هو مدرب شاطر واكيد راعى الحاجات دي كويسه يعني. الحقيقه انه يعني اللعيب بس في الهلال هو افضل اللعيب على مستوى السودان يعني، دي حاجه يعني حاجه نشكر انه على اداره النادي واداره النادي وبقياده برضه المستشار تركي انه يعني وفروا افضل لعيب على مستوى السودان، وان شاء الله في التسجيلات الجايه دي يسجلوا اللعيبه واجانب على مستوى خرافي، انه ان شاء الله نسب بعيدا في البطوله. وان كان الهلال يعني كان غريب في مرات كثيره لكن لم يحلفه الحظ، نتمنى السنه دي ان شاء الله بدايه كده يعني نقدر نقول بدايه كده كويسه، لكن مع العمل والاجتهاد ان شاء الله نسب بعيدا ان شاء الله. رايك شنو في دور الجمهور؟ اقسم على اقسام، حدد كل قسم تجاوب عليه. دور الجمهور في الملعب اولا وفقده حاليا وعدم دخول الملعب، وشاهدنا دول كثيره فيها جماهير موجودين، لماذا يحرم جمهور الهلال؟ خصوصا المباراه الاخيره كان طلب الهلال من الاتحاد الافريقي 25 مشجع، والاتحاد الافريقي رفض الهلال كمان. والله الحقيقه طبعا يعني فيروس كورونا افقد كره القدم يعني بريغه وشيء من طعم يعني حلاوه الكره في جمهوره، والجمهور هو اللاعب الثاني عشر لا يعني خلال الفتره اللي فاتت او خلال فتره كورونا اثبتت ان شنو الجمهور هو اللاعب رقم واحد، صح. وفقدت كره القدم حلاوتها يعني، نقدر نقول اللاعب في حاله غياب الجمهور يعني يقدم 60%، لكن بوجود الجمهور اكيد ان شاء الله يقفل 100%. فدي حاجه يعني فقدت كره القدم يعني شويه كده من بريغه. لا في السودان هنا نحن يعني الاتحاد، المشكله الاتحاد انه برضه ما في المباريات اللي فاتت او في دوري الممتاز
ما خلى الجمهور يخش الملعب عشان كده الاتحاد اللي فيه انت بتتابع الدوري حقك بيقوم الجمهور بالتالي ما حيحصل لا تعطيه ايوه فبالشيء لا يعطيه فاكيد يعني وليت خليت بحق معين انتظر على المريخ نجدد يعني ذكريات على المريخ بسنايا سادومبا وفعل مشاركة كانت في الدوري الممتاز ترى الهلال كان على المريخ 4-1 نتمنى انه تكرار النتائج ان شاء الله يكون الفوز حليف الهلال جميل واضح يعني زول بتاع احصائيات يعني في حسن قاعد سريع نختم بها معك افضل محترف مر على الهلال في طبعا في رايك رايك الشخصي يعني والله بتحبه يعني انت انا كنت بحب ادواردو سادومبا لاعب ما شاء الله يعني وكان هدف الهلال في البطولات الافريقيه يعني قدم مواسم جميله جدا لاعبك المفضل في الهلال محليا مين بدات تشجع لحد هسه مين بدات تشجع لكن هسه لاعب اعتزل يعني هسه مصطفى قرب مصطفى كابتن كبير طبعا اهم مباراه لك الهلال شفتها قلت واو دي احلى مباراه شفتها الهلال كانت مباراة مع الأهلي المصري سنة 2007 وانتصرنا فيها هنا 3-0 3-0 طيب لاعب حالي هو المفضل بالنسبة لك في الفريق الآن محمد عبد الرحمن الغربال لاعب ما شاء الله ممتاز شديد ونتمنى له انه يحترف برا ويكون وجهة للاعب السوداني ونحن نقدر نقول للعالم البري انه نحن عندنا لعيبة على مستوى عالي ويعني مكانه لا ولا في الدوريات الخليجية والدوريات الشمال الافريقية من له ان شاء الله محله في الدوريات الانجليزيه لاعب ما شاء الله متكامل يرتقي يعني ان شاء الله أيوة الان هو هداف الدوري ب 28 وهدف وثاني هدف العالم وثاني هدف العالم واول لاعب سوداني فوق ال 40 هدف في العام الواحد فما شاء الله لاعب يعني مع المنتخب عندنا ومع الهلال طيب مدرب لما فات انت قلت فقدته يعني فين تمشي انا يعني شويه كده ريكاردو البرازيلي لكن برضو مدرب نحن ما صبرنا عليه الصير بميشو يعني كان مقدم 2012 كان الهلال بدون اي هزيمه شال الدوري وكان كنا غريبين قوسين عاد نشيلكم فدراليه الافريقيه ولولا يعني اخطاء ساذجه كده خسرنا بنصف النهائي جميل واضح ان صابر ان شاء الله واحد من المشجعين المتابعين جدا للهلال اكيد صابر دكتور صابر خضر حسيت وجودك معي اليوم والله ودايما منتهي فرصه في كل حلقه ان شاء الله يكون فيها مباراه كبيره على المستوى المحلي او المستوى الافريقي المشجع يكون معنا داخل الاستديو والله يديك العافيه والله انا سعدت كثير بوجودك وان شاء الله اكون خفيف الظل على اليوم المشاهدين وعليك ان شاء الله اكيد يا دكتور شكرا لك صابر خضر وشكرا للكاست الموجود معي في هذه الحلقه وصلنا لختام ضربه حره وشكرا لكل الذين تابعوا هذه الحلقه وكذلك تحياتي لكل عشاق الهلال امنياتي للهلال بالتوفيق دائما حتى مواعيد قادمه في ضربه حره السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.